لا تشهم المستقبل ولا تفكر في اللي فات. إذا بيجي يا حبيبي تحقق معجزات. ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. والفيديو هو فيديو النهارده رياكت على جاهز ولا مو جاهز. ده فيديو كليب جديد، ده فيديو كليب جديد طلع من سعودي روبوكتز اللي عاملين اغنيه يجي ولا ماما يجي. اللي ما يعرفش سعودي روبوكتز يوتيوبر سعوديين صراحه من الناس المجتهدين فعم يعني شغلهم جامد في المونتاج وكل حاجه. كل اسبوع بينزلوا فيديو، بصراحه بيبقى فيديو لازم بيكون فيه تكايه كده، حاجه كده جامده. ومع احلى فيه احلى حاجه فيهم عجباني المونتاج التلقائيه. احسن حاجه التلقائيه والله. اخر حاجه الكليب، كليب اخر حاجه عاملينا الكليب لسه نازل من اسمه ساعة. جاهز كليب، اقسم بالله الكليب ده خرافي متعوب عليه جدا. انا حاسس ان انا بتفرج على فيلم او في حاجه كده مش تمام. ايه ده يعني اسمه فيلم كده وفي حاجه حلوه يعني في بدايه الكليب. خليت شاهد الكليب كامل. في بدايه الكليب لقيت ايه يعني، لقيت الكروما زي كواليس كده يعني. اول حاجه كواليس، بعدها فجاه قلب بقى وحط بقى كله خلفيات ويظبط الدنيا. كليب الصراحه دمار كليب اقسم جدا يعني اغنيه حلوه 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 جدا جدا جدا. الكليب اسمه جاهز الديسكريبشن. كان نفسي اطلعه واطلع الكليب ونعمل عليه ردة فعل انا واخويا، لكن هو تبعه النشر، هو تبعه النشر، فالواحد طبعا يخاف لاحسن القناه يحصل لها اي حاجه. برضه اللي ما يعرفش سعودي بوكتز هم يوتيوبر سعوديين بيعملوا فيديوهات رياكت وفيديوهات بيعملوا مقاطع كوميديه صغيره كده وبيعملوا فلوجات برضه ليهم كده شويه مقاطع على الانستا. جمهور يا عزيز انا احبك يا لذيذ، يجي ولا ماما يجي، يجي ولا ماما يجي، يجي ولا ماما يجي ويجي. وان شاء الله احتمال اعمل الاغنيه دي ان شاء الله ريميكس، احاول افضي نفسي اعمل الاغنيه دي ريميكس ان شاء الله. انتظروا الريميكس على قناتي، قناتي تحت في الديسكربشن. انتظروا ان شاء الله ريميكس الاغنيه اللي هو جنب جنب القناه بتاعتنا كده، ما تخش عليها اسمعنا الستايل دي كل حلوان. وبرضه سعودي روبوتس دول معروفين انهم بيعملوا كرتونات. اللي عجبني فيهم اللي هم اكتر ناس بيتعبوا في المونتاج. كرتون اسمه يجي ولا ماما يجي. الكرتون ده اقسم بالله وانا بصراحه بتمنى لهم كل التوفيق لانهم بيتعبوا جامد قوي في المونتاج، وان شاء الله 2019 تبقى حاجه جامده انتوا الاثنين. وبرده هم خدوا جائزه نيكلوديان في 2018. احنا بقينا سبونج بوب سكويد بانج. جاهزون يا اطفال؟ اي اي كابتن. لا اسمعكم. احنا كده قلنا الكليب حلو، قلنا هنا في الكليب، والكليب هنسيبه لكم تحت في الديسكربشن وبس كده. بس شوفوا اخر كليب عندنا، برضه احنا عاملين له كليب فلسطيني. يو كان معكم ايه بي فيديو. سلام.